الديمقراطيين عندهم الشخصية اللي تقودهم كانت نقطة الضعف في وجود شخصية رئيس الوزراء اللي طيب هو رئيس حزب العمال حاليا. أستاذ إنما مصطفى، لو نعم. جينا للمأزق الاقتصادي، أنا لا أعتقد أن حزب المحافظين عنده البرنامج اللي يسمح لبريطانيا بالمرور من هذه الأزمة، لأن كل البرنامج بتاعهم بيتعمد على قطع الإمدادات اللي هتحصل للصحة أو للتعليم، فكلها عبارة عن قطع إمدادات للمؤسسات اللي بتخدم المجتمع البريطاني. جيد، أنا يعني كنت سأطرح لي السؤال المتعلق بمن من أوصل حزب المحافظين. أتحدث هنا ربما عن عنصر الشباب دكتور نعيم، أو هل كان الصوت الأفعل في هذه الانتخابات، وأنت طبعا تابعتها، هل هم الشباب؟ ماذا عن خياراتهم، خصوصا وأن زعيم حزب المحافظين قيل أنه نجح في استقطابهم؟ على ما يبدو وكما تشير بعض الأرقام، أن زعيم حزب المحافظين كان له جاذبية عند قطاع الشباب. أما ما فيما يتعلق إلى ما أشار إليه نعم. الأستاذ مصطفى من لندن، هو على حق فيما يتصل بالكاريزما أو الشخصية القوية التي يتمتع بها كل حزب. المشكلة الآن كما هو ذكر وكما كنت قد أسلفت شخصيا، أن براون يفتقد إلى هذه الكاريزما وهذه الشخصية مقارنة مع الحزبين الرئيسيين، قادة الحزبين الرئيسيين الآخرين، وهذا أعطاهم للحزبين الآخرين أعطاهم قوة دفع إضافية أتت على حساب حزب العمال. لا أعتقد أن الحزب العمال سيكون بمقدوره أن ينهض من كبوته في السنين القليلة ربما سنكون القادمة. أمام تغيير حتى على مستوى زعامة الحزب، يعني هناك من يقول إذا خرج جوردن براون طبعا سيكون أعتقد هناك أعتقد خلفا له أن على مستوى أن زعامة الحزب. أعتقد شخصيا أن خروج جوردن براون من زعامة الحزب أمرا أصبح شبه محسوب. نعم، سأطرح السؤال على كل حال على الأستاذ مصطفى، لكن الآن مع الدكتور عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي البريطاني عاد إلينا. دكتور حمودة، يعني نتابع في السياق المتعلق بالانتخابات لكن من محور آخر يرتبط بالسياسة الخارجية. طيب، وصل المحافظون، ما الذي سيتغير؟ طبعا أكثر من ذلك إذا ما تولوا السلطة، ما الذي سيتغير في السياسة البريطانية، وأقصد هنا تحديدا السياسة الخارجية؟ يعني السياسة الخارجية البريطانية لها ثوابت بصرف النظر عن الحزب، لكن بتختلف طريقة إدارتها من حزب لحزب حسب التوجهات الأيديولوجية لهذا الحزب أو ذاك. إذا حدث ائتلاف بين حزب المحافظين وحزب الأحرار الديمقراطيين، فسيكون نيكولاس كليج زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين وزيرا للخارجية، وسيكون نائبه فينس كيبل وزيرا نائبا لوزير الخزانة. فإذا كان كليج وزيرا للخارجية سترجع كافة أوروبا، على عكس ما لو تولى ويليام هيج اللي هو وزير خارجية الظل حتى الآن وزارة الخارجية. لأن المحافظين لديهم موقفا أكثر تشددا من أوروبا وأكثر تقاربا مع الولايات المتحدة، وهذا يظهر التناقض الكبير. بالنسبة للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، أعتقد أن السياسة ستكون لأنها تأتي في أولوية أقل بالنسبة لكل قضايا العالم من وجهة النظر البريطانية، لن يحدث فيها تغير كثير، لأن بريطانيا تلعب دور ثانوي مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار سياستها. يعني تعتقد الشراكة البريطانية الأمريكية على مستوى السياسة الخارجية لن يتغير فيها شيء، ستبقى هي نفسها؟ يعني ستظل بدرجة ثابتة تقريبا، لكن لو تولى كليج وزارة الخارجية هو يرى بشكل موضوعي جدا أن العلاقة مع الولايات المتحدة تحاول الحكومة البريطانية تصويرها بأنها علاقة خاصة، لكن واشنطن لا ترى أنها علاقة خاصة، وهذا صحيح، تقييم صحيح، وهو يريد أن يضعها في هذا التقييم الصحيح على أن يتم حساب المصالح وأن تحصل بريطانيا على مصلحة أفضل مما تحصل عليه الآن في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من نتاج هذه السياسة الخارجية. الدكتور عبد الله حمودة عضو المعهد الملك البريطاني، أشكر انضمامك إلينا في هذه الحلقة دكتور حمودة. أبقى في لندن ومع الأستاذ مصطفى رجب. أستاذ مصطفى، أيضا على مستوى المتغيرات السياسية، هل
نتحدث عن خارطة جديدة في بريطانيا، طبعا مع كل انتخابات يكثر الحديث عن خرائط، أم ستبقى هي نفسها خصوصا فيما يتعلق طبعا هنا بالسياسة الخارجية لبريطانيا؟ طبعا احنا بنلاحظ في الوضع الحالي هو اعتراض الشعب البريطاني على السياسة الخارجية البريطانية. نعم. فإذا استمر حزب المحافظين إذا تولى الحكم في هذه السياسة فهتستمر المعارضة وهيلاقي نفس المعاناة. بس احنا لازم هنا نذكر ان صحيح بريطانيا دخلت حرب العراق وافغانستان في عصر حزب العمال، اننا لازم نتذكر ان اللي صوت على دخول الحرب لبريطانيا كان حزب المحافظين اكتر من اي حد تاني. هم اللي اقترعوا على الدخول في الحرب وهم اللي دخلونا الحرب في العراق وافغانستان. فالنهاردة بريطانيا بتحصل على نصيب الأسد من الفوائد الاقتصادية اللي بتتمتع بيها والعقود اللي بتتمتع بيها في العراق وفي أفغانستان مع أمريكا، بغض النظر عن بقية البلاد اللي عوقبت لعدم مشاركتها في الحرب زي فرنسا وألمانيا، لم يحصلوا على العائد الاقتصادي اللي حصلت عليه بريطانيا من هذه الحرب. فطبعا لو مسك حزب المحافظين الحكم أنا لا أعتقد أن حتكون السياسة زي ما كانت سياسة توني بلير اللي هي كان يعني وصفت بحاجات كتيرة لا يليق ذكرها في البرنامج. وصفت بالتبعية على الأقل أستاذ مصطفى. كان بيتبع تماما السياسة الأمريكية ولا اعتراض على أي شيء يطلع من الولايات المتحدة. لا أعتقد أن أي حد هيقدر يستمر في نفس السياسة. طبعا ما هيكونش في تغيير كامل، انما ما هيكونش في مسيره لنفس الموافقات اللي كانت بتحصل عليها امريكا من بريطانيا. طيب دكتور نعيم، هل توافق على هذا التحليل خصوصا ما يرتبط بشراكه بريطانيا مع الولايات المتحده في قضيتين يعني مؤثرتين ومشتعلتين الان، سواء تحدثنا عن العراق او افغانستان؟ هل نظام التبعيه سيحكم هذه العلاقه ام سيكون المحافظون يعني بعيدين عن التبعيه للولايات المتحده؟ تقليديا حزب المحافظين في بريطانيا في سياسته الخارجية كان الأقرب إلى الولايات المتحدة من حزب العمال، ولكن الذي بز حزب المحافظين في هذا السياق كان توني بلير نفسه، يعني ذهب إلى أبعد الحدود في التماهي مع السياسة الخارجية الأمريكية تقريبا في كل مكان، خاصة في الشرق الأوسط في العراق وأفغانستان، إلى حد أنه أصبح يلقب أنه البابي أو الجرو جورج بوش. هذا التوصيف الذي لم يرد أن يقدمه الأستاذ مصطفى. نعم. يعني أخذ توني بلير حزب العمال بشكل يعني كبير باتجاه الولايات المتحدة والتحالف العضوي مع الولايات المتحدة، مع أن الذين كانوا يأخذون بريطانيا في هذا الاتجاه كانوا سابقا هم المحافظون. حاليا وفي الفترة القادمة لا أعتقد أنه سيكون هناك تغير في العلاقة مع الولايات المتحدة. للتو هذا التبدل التدريجي في الابتعاد عن سياسات الولايات المتحدة حصل خلال نهايات عهد بلير وخلال فترة الثلاث سنوات من جوردون براون. نعم. لأسباب متصلة بالفشل، فشل السياسة الأمريكية في مناطق مختلفة خاصة العراق وأفغانستان، وفشل السياسة البريطانية معها. صحيح كما أشار صديقنا من لندن أن بريطانيا حصلت على فوائد من اقتصادية من تحالفها مع الولايات المتحدة خاصة في العراق ونفط العراق، ولكن هذه ليست بالمضمونة على المدى المتوسط والبعيد. مثلا إذا تغير المالكي قد تتبدل هذه إلى حد ما وليس بشكل أساسي. ربما موضوع العراق مرتبط الآن بموضوع الانسحاب الأمريكي.